انتشار حب الشباب على بشرة الوجه مشكلة يعانيها الجنسان بسبب تأثيرها على جمال البشرة ورونقها، لكن النساء هن الأكثر اهتماماً في التخلص منها. تتمثل هذه الحالة في ظهور رؤوس سوداء أو بيضاء، وأحياناً في ظهور بثور ودمامل صغيرة على الوجه أو الأكتاف أو الصدر أو حتى الظهر، وتؤدي في أسوأ حالاتها إلى ندبات دائمة على البشرة تؤثر في الحالة النفسية للمريض. يشير أطباء الأمراض الجلدية إلى أن الاستعداد الوراثي هو أحد أهم الأسباب، إضافة إلى أسباب أخرى كامتلاك بشرة دهنية أو حدوث بعض التغييرات الهرمونية التي يتعرض لها الجسم في فترة البلوغ، أو بسبب زيادة إفراز الجسم لهرمون الأندروجين الذي يحفز الغدد الدهنية، وبالتالي فإنه يؤدي إلى زيادة إفراز الدهون التي تتسبب في ظهور حب الشباب. وكذلك فإن بعض أنواع حبوب منع الحمل تؤثر سلباً. وفي سياق ذكر الأسباب التي تساعد في الوقاية، نذكر أيضاً أن بعض المستحضرات التجميلية تعتبر عاملاً مهماً في زيادة حدة الحالة عند استخدامها لساعات طويلة، إضافة لارتداء قناع الوجه مطولاً بعد انتشاره للحماية من كوفيد-19، فضلاً عن الضغوط النفسية والقلق والتوتر التي تتسبب في تأزم الوضع بطبيعة الحال. تتم معالجة حب الشباب حسب حدته، إذ تتراوح بين استخدام العلاج الموضوعي كالكريمات وبعض أنواع اللوشن واستخدام الغسول الصحيح وبعض الأعشاب للحالات البسيطة، وتعتبر الألوفيرا إحدى أهم هذه الأعشاب. التصبغات أو إذا حدا عنده حبوب بوجهه كمان بتساعد، أكيد مش إذا حدا ملتهبين الحبوب بتساعد، لأنه عنده أنتي بكتيريال إيفكت، وكمان لانه عندها انتي انفلاماتوري، يعني بتخفف الالتهاب تبع الحبه وبتساعد انه ما تعلم الحبه، فينا نستعملها كمان بهذه الطريقه. اما بعض الحالات الالتهابيه فتتطلب حبوبا عن طريق الفم كالمضادات الحيويه او حبوب الايزوتريتينوان. واخيرا وللوقايه لابد من التشديد على ضروره تنظيف البشره قبل النوم جيدا، واستخدام المستحضرات التجميلية ذات الأساس غير الدهني، وعدم العبث بالبثور لتجنب تفاقم المشكلة بظهور الندبات، إضافة إلى ضرورة استخدام الغسول المناسب لنوع البشرة والمرطب الصباحي والمسائي وواقي الشمس المناسبين.